بيجوا وسافروا كانوا على سفر يعني، فإن شاء الله كده تبقى الأورينتيشن أونلاين تبقى واضحة بالنسبة لهم. وعادة أنتوا عارفين إن إحنا موعدنا دايما very punctual، فلولا إن هو ظرف طارئ يعني، فمعلش إحنا بنعتذر لكم عن أي تأخير أو أي misunderstanding حصل. أوكي؟ لا هو خير متقلقش الحمد لله. طبعا دلوقتي احنا في خلاص الكومبريهنسيف ان شاء الله اول 7، وطبعا في مجموعه كبيره طبعا انا كنت دارسهم فمتوقع ان هم يعملوا شغل كويس، وفي مجموعه كبيره كانت مع دكتور شريف اكيد برضه هيعملوا شغل كويس. مش عايزاكم تبقوا قلقانين، لان دايما انا بشوف الشكل ده دايما في الاورينتيشن. الموضوع بسيط جدا، هنتكلم في كل التفاصيل النهارده. انا قاعده معاكم لاي اسئله انتوا هتحتاجوها، لو احتاجنا نتكلم في اي حاجه انتوا مش فاهمينها هتكلم معاكم فيها، لغايه ما تبقوا خارجين من هنا وانتوا مرتاحين. اوكي، هنقول بس شويه جايد لاينز او حاجات اساسيه دايما باكد عليها انا ودكتور شريف في بدايه اي كومبريهنسيف. مبدئيا الكونسيبت بتاع الكومبريهنسيف مش فكره ان انا بسمع، او فكره ان انا درست مواد على مدار سنتين فداخل اسمعها. اعرفكم ايه؟ انا دكتوره ريهام عادل، استاذ مساعد في كليه الاداره. يمكن انا ما درستش الناس فيكم، بس المفروض ان انا بدرس في كليه الاداره، بدرس كونتمبري مانجمنت، استراتيجيك مانجمنت، ريسك مانجمنت، بيرفورمانس مانجمنت، مجموعه من المواد. بس محتاج تعرف ايه تاني؟ التخصص بتاعي عايز تعرف ايه تاني؟ انا كنت بقول ان الكومبريهنسيف اكزام عاده ما هوش امتحان ان انا بسمع فيه، لكن هو الكومبريهنسيف اكزام يعتبر ان انا بشوف فيه انتوا فهمتوا ايه على مدار السنتين. يعني معنى كده ان انا ببقى متوقعه من كل طالب ان انا اشوف قادر ازاي يعمل انتجريشن ما بين كل المواد اللي هو درسها على مدار السنتين. انتوا درستوا مجموعه كبيره جدا من المواد تؤهلكم ان انتوا ان شاء الله تقدروا ان لو اي حد فيكم ماسك مانجيريال بوزيشن في اي ليفل ان كان يقدر يتخذ ديسيجنز، يقدر يعمل بلانز، يقدر لو قابل بروبلمز يفكر في سولوشنز. هو ده الاوتكم او الليرنينج اوتكم من دراستكم في الام بي اي، ان انت تبقى كواليفايد ان انت تقدر تو مانج بروجكتس او اورجانيزيشنز او يونتس. وبالتالي ده معناه ان انت ممكن تتعرض ان انت تاخد قرارات ليها علاقه بالفاينانس، قرارات ليها علاقه بالهيومن ريسورسز، حاجات ليها علاقه بالماركتنج، ان انت ممكن تقابل مشاكل، ممكن تكون بتتكلم على حاجه ان انت محتاج تبص على الاوفرول اورجانيزيشن وتشوف الباتل نيكس جايه منين. معنى كده ان انت ما بداتش بقى تبص للموضوع ماركتنج بس، او جزء اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه هيومن ريسورسز بس، لا انت بدات ان انت تحاول ان انت تعمل الابوريشن وانتجريشن لكل اللي انت درسته، وكل حاجه من الحاجات دي ازاي بيبقى لها تاثير او ازاي تساعدك في ايجاد الحل. وده المطلوب منك في الكومبريهنسيف. الكومبريهنسيف هو عباره عن كيس شركه، الشركه دي بنديك فيها زي هايبوثيتيكال اسامبشنز، مجموعه من الافتراضات، بنتكلم على مشكله فرضيه، مش شرط ان المشكله دي تكون واقعيه، بس نبتدي نشرح لك الشركه دي عباره عن ايه، تاريخها، بقى لها فتره قد ايه في السوق، ممكن تبقى حاجه قديمه او ممكن تبقى شركه جديده ما بقالهاش غير 5 سنين او 10 سنين على حسب. وبالتالي بتديك بعض الانفورميشن، حجم الشركه، بتشتغل فين، هل هي حاجه بتشتغل وورلد وايد ولا حاجه بتشتغل في مصر بس، وضعها المالي عامل ازاي، شكل الستراكشر بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي، عشان يبقى عندك انفورميشن مبدئيه عن الشركه. عاده الكيس بيبقى فيها تقريبا من 70-80% من المعلومات. ومع ذلك انتوا عارفين ان الكومبريهنسيف بيبقى دايما اوبن بوك، يعني معاكم كل الماتيريال بتاعكم، بيبقى فيه اكسس للانترنت، تقدروا ان انتوا كمان لو محتاجين تعملوا سيرش او اي حاجه تقدروا ان انتوا تدخلوا اونلاين وتعملوا سيرش على اي انفو انتوا محتاجينها زياده هتساعدكم في الاجابه. خلاص، لو انا بقول ان الموضوع كده يبقى الموضوع المفروض ان هو بسيط. المشكله اللي بنقابلها ايه؟ ان الناس بتستسهل فبتعمل كوبي بيست. دي الغلطه نمره واحد اللي انا بسميها اللي هي الدونتس، حاجات اللي ما تتعملش ابدا. انت لو انت بتدخل اونلاين فانت بتدخل اونلاين عشان يسهل عليك ان انت تدور على انفو او تعمل سيرش على حاجه تساعدك في الجستيفيكيشن او تساعدك في الاجابه، مش عشان تدخل تعمل لي كوبي بيست. كوبي بيست يعني انت مش فاهم انت بتعمل الكلام ده ليه وعشان ايه. فانا بالنسبه لي اول حاجه في الدونتس مفيش كوبي بيست، في حاجه اسمها ان انا اخد وقت ان انا اقرا وابقى عارف انا بطلع المعلومه دي ليه وهستخدمها تو جاستيفاي ايه بالظبط. فلازم اللي هيجي يصلح الورقه يفهم ان في لوجيكال ارجيومنت، انت بتعمل الكلام ده عشان انت عايز توصل لي ان انت عملت بين بوينت المشكله معينه وده حلها واستخدمت للحل 1 2 3. خلاص،
وقد يكون انا بص بتكلم معاكم جينيريك وهدخل بعد كده بالتفاصيل. وقد يكون الحل اللي انت بتختاره بيتضمن كذا دايمنشن، ممكن تبقى محتاج تبص على حاجات من الكاستمرز او السبلايرز، او تبص على حاجات في الاوبريشنز، او حاجه فيها الثلاثه انت بتتكلم عليهم. فبالتالي مش معناه ان انا ممكن اكون بتكلم على دايمنشن واحد، ممكن افكر ان انا هاو تو لينك مالتيبل دايمنشنز عشان اطلع بالسولوشنز. فنمره واحد كوبي بيست مفيش. نمره 2 الامتحان ده مش استراتيجيك مانجمنت اكزام، يعني ما جيش الاقي، ودي غلطه بيقع فيها ناس كتير، انا بقول لكم كل الحاجات اللي احنا شفناها علشان ما حدش يعملها. ما جيش الاقي في الامتحان الناس بتجاوب كانها بتحل امتحان استراتيجيك مانجمنت. طبعا كلكم اخذتوا استراتيجيك مانجمنت مع دكتور شريف، وطبعا اخذتوا كم كبير جدا من المعلومات، واخذتوا ماتريسز، واخذتوا اناليسز، واخذتوا حاجات كتير جدا دي هتساعدكم. لكن انا ما جيش في الكومبريهنسيف اكزام اعمل ماتريس، صح؟ ما جيش اعمل ماتريكس بقى واعمل سبيس ماتريكس واعمل الحاجات دي كلها واستخدم الكلام ده، لان انت اصلا ما عندكش الانفورميشن اللي تسمح لك بالكلام ده. لكن انت ممكن تستفيد من الاستراتيجيك مانجمنت كورس في ان انت تبتدي ايدنتيفاي التايبس اوف استراتيجيز بتاعه الشركه، وتدي كومنتس اذا كانت الاستراتيجيز دي ابروبريت مع الكونديشنز اللي مشروحه ولا لا، او مع البلد اللي هم بيشتغلوا فيها ولا لا، وتبتدي تشوف اذا كان في اي نوع من انواع المقترحات الجديده اللي انت بتقدمها، واذا كانت الاستراتيجيز المستخدمه دي في ظل الاوبريشنز والفاينانشال كونديشنز المطروحه عندك ملائمه ولا غير ملائمه. هو ده اللي انت ممكن تستخدمه من الكورس، واضح؟ ممكن تبقى محتاج ان انت مثلا تبتدي تتكلم على نيو ماركت هو ممكن يدخل فيه، او لو بنتكلم ان هو هيجي يشتغل في مصر، فانت ممكن تبقى محتاج ان انت تعمل الاسسمنت للاكسترنال انفايرمنت، وتعمل اسسمنت للاندستري على حسب نوع الصناعه، وهل الصناعه دي في مصر شكلها عامل ازاي، وطبيعه الاوبورتونيتيز والثريتس اللي ممكن الشركه تستغلها. دي من ضمن الحاجات. هل في ريسكس ممكن يكون بيقابلها ولا لا في السوق اللي هو بيشتغل فيها، ودي ممكن يبقى لها تاثير في اختيارك للاستراتيجيز والسولوشنز والديسيجنز بتاعتك. يبقى نمره 2 الامتحان ما هوش استراتيجيك مانجمنت. نمره 3 انتوا هيبقى معاكم ان انتوا تقدروا تكتبوا على الكمبيوترز، طبعا هيبقى في عندكم انسر بوكس بتتوزع كتابه عادي، وفي ناس بتفضل تكتب على الكمبيوترز، وبيبقى في مسموح لكم ان انتوا تدخلوا برينترز. فطبعا يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا ودكتور شريف كنا دايما بنقولها في كل الاورينتيشن، معظم الناس اللي ما بتعديش بتبقى هي الناس اللي كاتبه على الكمبيوترز. هتقولوا لي ليه؟ عشان بيحصل الكوبي بيست، لان هو بيستسهل، بيبقى عنده حاجات هو مجهزها في مدار العشر ايام بيجهز للكومبريهنسيف، فعمال يعمل فايلات ويجهز حاجات، فبيجي له الامتحان فبياخد البارتس دي ويحطها، فلما احنا بنيجي نقرا نلاقي ان الكلام اساسا مش راكب على بعضه، نوت فيت للسيتويشن اللي احنا بنتكلم عليه. فده ابسط الحاجات اللي بتقول ان مفيش اي نوع من انواع الكوجنيتيف ابيليتي، لان انا باساس ايه في الامتحان؟ انا مش باساس ان انت بكاتب لي الاجابه كلمه بكلمه، انا باساس ليرنينج اوتكمز. يعني ايه ليرنينج اوتكمز؟ بشوف النوليدج بتاعتك انت فاهم ولا مش فاهم، بشوف النوليدج دي ازاي بتعملها ابلكيشن، بتحل بيها المشكله، ببتدي اشوف السكيلز بتاعتك اللي هي بسميها انا من وجهه نظري البروبلم سولفنج سكيلز والمانجيريال سكيلز، اللي هي بتظهر في جوده الديسيجن او جوده اختيارك للحل بناء على تبريرك للحل ده. فهم دول الحاجات اللي بتفرق معايا. طبعا مفيش نقاش ان في كونسبتس ما ينفعش ان انا اقول لا انا اسمح ان هو يكتبها غلط، في بيزكس لازم انتوا تبقوا عارفينها، لكن انا ما ينفعش ان انا في ليفل الكومبريهنسيف ادخل اسمع كونسبتس، ادخل اسمع كونسبت يعني معنى كده ان انا لسه في البيزك ليفل، لازم الكونسبت ده يحصل له الابوريشن، يحصل له ابلكيشن، يحصل له زي ما انا قلت لوجيكال ارجمنت، انا بناء على المعلومه اللي بقت عندي دي بترجمها لبراكتس 1 2 3. البراكتس ده وجهه نظري انا اللي هو السولوشنز اللي موجوده في الورقه. خلاص دي نمره ثالث حاجه. يبقى انا افضل الا لو حد عنده الابيليتي ان هو يقدر يكتب على الكمبيوتر ويفكر ويكتب ويطلع حاجه كومبريهنسيف، اذروايز افضل ان انتوا تتعاملوا عادي جدا ويبقى معاكم ورقكم وتكتبوا نوتس بره، ويبقى معاكم الحاجه موجوده على الكمبيوتر تاخدوا منها زي نوع من انواع الريفرشمنت بونص. اوكي طب الدوز بتاعتكم ايه؟ الكيس تتقرف وما تقلقوش ان انتوا ممكن تاخدوا ساعه او ساعتين في قرايه الكيس، ده بالنسبه لكم نوت ويست تايم. الكيس اول ما انت هتقراها هتبتدي تطلع منها بوينتس، تبتدي تهايلايت بارتس، واول ما تقرا الكيس ده رايي انا الشخصي، في ناس تفضل تعمل كده في ناس لا، انا واحده من الناس لو جات لي كيس بقرا الاسئله قبل ما اقرا الكيس، رغم ان انا لسه ما قريتش الكيس. ليه؟ عشان وانا بقرا الكيس ابقى عارفه انا بدور على ايه. فاول حاجه تعملوها ابتدوا تبصوا على الاسئله المطلوبه منكم، اول حاجه تعملوها ابتدوا تبصوا على الاسئله المطلوبه منكم
علشان يبقى في دماغكم ايه البوينتس اللي انتوا بتدوروا عليها. وانت بتقرا اول قرايه بتبقى بالنسبه لك استكشافيه، لسه بتحاول تستكشف الكيس دي بتتكلم عن ايه، هتبقى لسه بتهايلايت، هتحتاج تقراها مره ثانيه عشان تبتدي تحط ايدك ايه البارتس اللي انت عاوز تشتغل عليها. تاني خطوه تعمل لنفسك درافت بره، انت عاوز السيكونس بتاع الاجابه بتاعتك شكله ماشي ازاي. ليه؟ لان انت هتبص تلاقي نفسك عندك حاجات كتير عايز تكتبها، فممكن جدا تبص تلاقي نفسك ان انت بدات تكتب في جزء كتير وفي جزء تاني ما تغطاش. فابتدي اعمل لنفسك درافت بره ان انت السيكونس بتاع الاجابه بتاعتك عايز تكفر 1 2 3 وده ينهي ده. مش بالضروره ان انا عشان بقول لك اسئله يبقى انت لازم تكتب لي كويشن 1 2 3، لا انت ممكن تكون بتجاوب في شكل ريبورت وهو ده اللي هيبقى مطلوب منك بعد. يعني هتلاقي دايما مكتوب لك كده بار بيقول لك ان انت you have to submit your answer in form of reports. reports يعني ان انت كانك بتعمل تحليل او بتعمل analysis للشركه بناء على points اللي هي تعتبر الاسئله 5 أو 6 نقط. فانت حاول ان انت تدرس الشركه من 5 6 نقط دول وابتدي اكتب تحليلك للنقط دي ومقترحاتك للحلول. فمعنى كده ان انا لما هاجي اجاوب لازم اجاوب بطريقه فيها نوع من انواع ان انا بقدم comprehensive report, introduction, conclusion, body text. introduction انا بشرح انا هبتدي ادخل في الحل ازاي وبغطي ايه وبتكلم على ايه فبدي basic info. body text اللي هي بحط فيها المين تايتلز بتاعتي اللي ممكن تكون بالبين بوينت الاسئله. conclusion ده اللي انا هقفل بيه او اللي هو يعتبر الريكومنديشنز او الحاجات اللي ممكن تعمل بيها نوع من انواع المقترحات لحلول ثانيه او نقط ثانيه ممكن ما تكونش اتغطت او لبعض المشاكل الثانيه اللي انت شايف ان انت ممكن تكون مثلا شايف لها حلول بس ما لحقتش ان انت تتكلم بيها باستفاضه. خلاص سوري بتاع انتوا الريبورت ده عباره عن ايه؟ لما باجي بكتب دايما اي ريبورت او اي ريسيرش بيبقى له كده زي تقسيمه، يعني مش بدخل على طول في الموضوع، لازم يبقى لهم انترودكشن، بيبقى في حاجه اسمها بودي تكست، وبيبقى في عندي كونكلوجن. الانترودكشن دايما هو ده بيبقى زي كده تمهيد، زي ما انتوا كده بتعملوا في الشركه، يعني انت لو جيتوا بتقدموا ريبورت عن اي حاجه لازم بتشرح الاول الريبورت ده السكوب بتاعه ايه؟ صح؟ السكوب بتاعه والله انا بتكلم عن مشكله فنيه في الحاجه الفلانيه. فانت في الانترودكشن بتاعك كانك بتتكلم عن السكوب بتاعك اللي انت هتبتدي تتكلم عنه بالتفصيل في الحل. فبقى بالنسبه لك الانترودكشن كانك انت بتدي للي بيقرا او الاكزامينر انت الدايركشن بتاعك انت ناوي تتكلم على ايه في الريبورت. فبالنسبه لك ده يعتبر انترودكشن تو هايلايت المين بوينتس السكوب بتاع الانسر بتاعك. البودي تكست ده اللي هيبقى فيه السكشنز بتاع الاجابه. خلاص لو انا مش هجاوب سؤال سؤال وهجاوب بشكل ريبورت يبقى انا اخلي السكشنز بتاعت الاجابه بتاعتي ان انا عندي زي تايتلز وكل تايتل ده واضح ان انا بجاوب فيه بجاوب النقطه اللي انتوا طلبتوها مني هنا. اوكي خلصت كل الكلام ده بعمل كونكلوجن بقفل الكلوجر. الكونكلوجن ده بيبقى دايما عباره عن ايه؟ ايدر ان انت يسمرايز اللي انت عملته او ان انت بعض النقط ممكن تبقى لسه انت ما اتكلمتش عنها بس انت لو عملت لي عليها هايلايت في الكونكلوجن وبدات تقول ان النقط دي لسه في بعض المشاكل موجوده فيها بس ممكن تقول عليها مثلا بعض الحلول السريعه نتيجه الوقت ان انت ما لحقتش تحط زي ليميتيشن او ان انت ممكن تعمل زي نوع من انواع الريكومنديشنز او المقترحات اللي انت بتشوف ان الشركه دي او النقط اللي انا عملت عليها ان فيها بعض المشاكل انت بتقترح لها حلول وليس بالضروره انها تكون الزاميه. فبيبقى دايما الكونكلوجن ايذر سامري ايذر ريكومنديشنز ايذر ليميتيشنز ايذر بوينتس معينه انت ما لحقتش تتكلم عنها فانت بتهايلايت ان البوينتس دي انت عارف انها موجوده بس ما اتكلمتش عنها وده في كل الاحوال بيبقى ادد فاليو ليك انت. خلاص لا انا فضل ريبورت ولسه هقول ان انا طالبه كده اصلا في الامتحان طالبين كده في الامتحان. خلاص طيب ها لان انت هتبقي انت كاتبه ريبورت ممكن حد يسال سؤال في الريبورت دي عشان مش واضح اليوتيوب مش هيسمعوها. طيب هو لسه اسئله لسه لغايه دلوقتي ما فيهاش حاجه لسه في الكونتنت ماشي احنا كده دلوقتي كده بس بنتكلم كل ده على الاورجنايزنج الكومبريهنسيف الحاجات دي كلها. تاني حاجه برضو من ضمن الحاجات ناس كتير بتسال دايما سؤال بتقول طب انا الميجر بتاعي ماركتنج انا الميجر بتاعي هيومن ريسورسز انا الميجر بتاعي بروجكت مانجمنت فانا ممكن ما اعرفش اجاوب. الامتحان مش معمول بيزد على الميجر. الامتحان كلكم في اول سنه اخدتوا مواد كلكم كومن ودي البيزك
اخدتوا ماركتنج واخدتوا اوبريشن مانجمنت اخدتوا هيومن ريسورسز اخدتوا كونتنري مانجمنت وكلكم في الاخر اخدتوا استراتيجيك مانجمنت. فالامتحان بالنسبه لكم هيبقى كلكم كيبل ان انتوا تحلوه، كل واحد في الميجر بتاعه هيبقى متميز شويه. يعني لو في سؤال في حته الماركتنج الناس بتوع الماركتنج هتلاقي انهم متميزين شويه لان عندهم ممكن نو هاو اعلى. الناس بتوع الفاينانس هيبقى عندهم الحته دي احسن شويه. خلاص، لكن هل الامتحان هيبقى بس تيلرد على حسب الميجر؟ لا، الامتحان تيلرد على الليفل بتاع ان انتوا كلكم كيبل ان انتوا تقدروا تحلوه. طبعا تبقى في كل ان انا يبقى في سؤال في الماركتنج الاقي واحد الميجر بتاعه ماركتنج مجاوب لي فيه حاجات غلط في الكونسبتس ومجاوب لي فيه حاجات غلط من البدايه، حتى لو هو عامل حاجات تانية كويسه دي ممكن تسقطه. او الاقي واحد فاينانس عنده مشكله في الريشيز والكالكوليشنز. واضح؟ يعني زي ما انا بقول ان الميجر مش داخل معايا في الكونسيدريشن، ان انا بقول ان الميجر الامتحان معمول على الميجر، بس في نفس الوقت في بعض الاسئله الميجر لازم هيفرق معايا. يعني انا ممكن اوجد العذر لواحد مش الميجر بتاعه ماركتنج، بس ما اوجدش العذر لواحد الميجر بتاعه ماركتنج في الحته بتاعه الماركتنج. ممكن ابقى مور بريسايز ان انا اتك ان في حاجات في التصريح كانت لازم تكون موجوده. واضحه؟ طبعا التصليح ما بيبقاش شخص، هي انتوا عارفينها بتبقى كوميتي بتصلح الامتحان، فبيبقى في مالتيبل راوندز في التصليح. طبعا في اول التصليح ما بنبقاش عارفين ولا الاسامي ولا الميجرز ولا اي حاجه، الورق بيتصلح بس الورق بيتعمل له كلاسيفيكيشن. الامتحان ده فاس اور فيل مش درجات، يعني يا بتعدي يا ما بتعديش. ناس بتقول طب الموضوع بيتعمل ازاي؟ بيتعمل حاجه اسمها روبريكس. روبريكس يعني ايه؟ يعني بيتحط كده زي كرايتيريا للاجابه. الكرايتيريا للاجابه دي معناها ايه؟ يعني بعمل زي كلاسيفيكيشن. المينيمم مينيمم علشان حد ده تو باس يجيب 50 ويباس لازم يكون على الاقل الورقه بتاعته فيها 1 2 3 ده المينيمم. خلاص؟ واحد معدي من غير اي حاجه اللي هو بقى داخل من ال 80 او ال 70 اللي احنا بنقول عليها فوق اللي احنا بالنسبه لنا احنا حاطينها احنا لينا عشان نقدر ان احنا نيفالويت. فده بالنسبه لي مغطي معظم الحاجات، ده بالنسبه لي اكزامبلري بيبر، جاوب كل حاجه تقريبا ومغطي كل حاجه. خلاص؟ احنا بنقول انت عشان تباس وتجيب ال 50% لازم تعملي المينيمم. المينيمم ده اللي هو ايه؟ بيزك ليفل اوف اندرستاندينج، بيزك ليفل اوف نوليدج، ability to analyze، ability to draw conclusions، ability to put solutions، يعني البيزك في كل حاجه انا عاوزاها. ما اجيش الاقي ورقه واحد بيسمع لي definitions واقف، واحد بيسمع لي concept واقف، واحد رسم لي الجراف مثلا بتاع الفاليو تشين وخلاص. فاهمين انا قصدي ايه؟ فكانه بيجاوب سؤال سؤال وبيحط الكونسبت وانتهينا. ده بالنسبه لي ما فيهوش كل الحاجات اللي انا قلت عليها. كونسبت، ابلكيشن، الابوريشن، مش لاقي الكلام ده. فالبيزك الاقي بيزك في كل حاجه، مينيمم، مش بقول لك البيست بس المينيمم. خلاص؟ مينيمم بمعنى ايه؟ انت فاهم المعلومه، عارف تطبقها، عارف تقدر تطلع منها حل، قادر تاخد ديسيجن بناء على المعلومات اللي موجوده عندك. قادر تطلع لي حاجه كومبريهنسيف فيها نوع من انواع اللوجيكال ارجيومنتس. واضح كده؟ وبالتالي الموضوع ما بيبقاش فيه نوع من انواع السبجكتيفيتي. الموضوع بيبقى عندنا زي روبريكس كلاسيفايد بتتقسم على الامتحان ككل وعلى سؤال سؤال. يعني لو انت عندك خمس نقط او خمس اسئله في كل سؤال بطبق الروبريك وبعدين ببص على الاوفرول بيبر. فاهمين احنا بنعدي على كام راوند؟ عشان كده بيبقى عندي مالتيبل راوندز. فمبدئيا ممكن الاقي فيه سؤال او اتنين واقعين اصلا مش موجودين، دي نقطه. او ممكن الاقي الخمسه متجاوبين بس الخمسه هم متجاوبين فيهم حاجات ناقصه. واضح انا بقول ايه؟ فبيعدي فيرست راوند بتبقى بير كويشن، بعدين سكند راوند بتبقى بير بيبر، وبعدين بيحصل الكلاسيفيكيشن وبيطلع البيبرز. الناس اللي عدت عدت، الناس اللي بتبقى لسه ما عدتش دول بيدخلوا في مرحله ثانيه، كوميتي ثانيه تبص الورق ده ممكن يعدي ولا ما يعديش بالكوميتي تاب. خدتوا بالكم؟ عشان كده بياخد وقت في التصليح، عشان كده بيبقى فيه وقت. اوكي؟ لان انتوا نفسكم السؤال، بس هكرر السؤال عشان الناس اللي على يوتيوب، الوقت بتاع الامتحان اللي بيزيد مش كده؟ ده سؤال حضرتك. يعني مثلا امتحان 6 ساعات انتوا بتطلبوا اكتر او 7 ساعات بتطلبوا اكتر؟ لان انتوا بتبقوا في الاول اساسا داخلين قلقانين، او ده حتى رغم ان احنا بنعمل اورينتيشن بتبقوا مجهزين نفسكم، بيحصل دي حاجه سايكولوجيكال، الناس بيحصل لها بانيك. فاول ساعه او ساعتين بيحصل لهم كده ان هم عمالين يقروا في البيبر والكلام ده كله، فبيقعدوا اول ساعه ساعتين بعدين يبتدي يكتب، فيحس ان الوقت جرى منه، عايز ياكل، عايز يطلع، وبعدين بدا خلاص يدخل في المود، حاسس ان لسه عايز وقت عشان يكتب. لكن لو حد عارف يعمل تايم مانجمنت وعمل زي ما انا بقول لكم كده، الامتحان ممكن يخلص في وقت او ممكن اقل كمان.
لان انتوا عاده يعني يمكن ده حاجه في المصريين بنسبه كبيره جدا بتبقى عايز تحط كل حاجه، عايز تكتب كل حاجه، يعني انت حاسس ان انت عارف حاجات كتير وعايز تحط كل حاجه، مش معنى ان انت كتبت كل حاجه يبقى هو ده الصح. ملهاش علاقه بالسؤال ده، دايما بتساله ملهاش علاقه. ممكن واحد يجاوب في صفحه واحده في انسر شيت واحده، انسر بوك واحد، ممكن واحد يجاوب في ثلاثه، واللي مجاوب في انسر بوك واحد مجاوب احسن، مش بالكميه. ده اللي انا بقوله. امتحان مدته 7 ساعات، خلاص دي حاجه بتاعتكم انتوا، دي حاجه انديفيدوال ملهاش علاقه بينا. انا كل ده لسه ما دخلتش في الامتحان على فكره، انا كل ده بتكلم جنرال. الصوت طيب بس عشان معانا ناس اونلاين. في سؤال؟ لا، ما انت البوينتس دي انت بتعمل لنفسك تشيك ليست ان انت يو كفرت البوينتس المطلوبه. مش معنى ان انا بقول لك الاسئله مش متغطيه معنى كده انت لازم تجاوب لي سؤال. ما انا طالبه منك ريبورت، بس انا طالبه منك مثلا في السؤال ايه؟ حاجه تخص ماركتنج، حاجه تخص فاينانس، حاجه تخص كذا، لازم الاقي الخمس حاجات اللي انا طالباهم موجودين في الاجابه. بس انا لازم الاقي جوه الاجابه بتاكل المين بوينتس اللي انا عاوزاها. كاتبها بقى سيبريت، كاتبها في وسط الكلام، بس الاقي ان انا عندي البارت ده كفرت. انا هيبان عندي ان انت مغطي النقطه دي ولا مش مغطي. ما ينفعش، لازم على الاقل البيزك تبقى موجوده عندك. ما ينفعش ان انت تبقي ما تعرفيش تقري بالانس شيت وانكم ستيتمنت مثلا، ما ينفعش تقري الحاجات دي وتطلعي منها يعني. ما ينفعش، ده بيزك. ما ينفعش واحد يبقى مانجر ما يفهمش الحاجات دي يعني. فانتوا لازم هترجعوا تراجعوا حاجات في البيزكس اللي انتوا اخدتوها في اول تو تيرمز. ماشي؟ هتكلم معاكم في الاخر بس خليني بس عشان الوقت. انا كده بس بحاول اديكم كده سامري بكل حاجه يعني بالنسبه للامتحان والحاجات والتجهيز وكده. طبعا بالنسبه للتجهيز انا هتكلم معاكم دلوقتي الكيس. انا طبعا مش هنقول ايه الكيس يعني، بس هنتكلم ايه الحاجات النقط اللي هي ممكن تبقى الاسئله بتدور حواليها، مش هي دي بس، احنا بنتكلم على ايه كبرود لاينز عشان ننارو شويه وانتوا بتجهزوا للامتحان. وهنتكلم اذا كانت بنتكلم الكيس جايه، هل هي جايه في مانيفاكتشرنج سيكتور ولا جايه في سيرفيس سيكتور، مش هنقول برضو ايه هي الشركه، بس اتليست برضو احنا بنناقش يعني اللي احنا بنعمله في الاورينتيشن ان احنا بنحاول ان احنا نضيق الاريا علشان وانتوا بتجهزوا نفسكم تبقوا بتجهزوا نفسكم في حاجات تبقى بالنسبه لكم قريبه شويه من اللي انتوا ممكن تلاقوه في الامتحان. ونصيحه، يا ريت ما تضيعوش الوقت بتاع التجهيز في ان انتوا تعملوا جروب تقعدوا كلكم تعملوا كده جاسنج اسم الشركه ايه. ماشي؟ علشان انتوا دايما كل الناس بتسيب كل حاجه بدل ما تقعد تجهز نفسها للامتحان، يقعدوا يفكروا هم قالوا في الاورينتيشن كذا، يبقى الشركه ممكن تبقى واحد او اثنين او ثلاثه، يقعدوا يفكروا عايزين يجيبوا الشركه. مش هو ده المهم. ايا كان الشركه اسمها اكس واي زد، الحاجات دي لازم هتبقى قامت في كل انواع الشركات. سوري؟ لا انا مش هجيب لوكال، هتبقى انترناشونال. لوكال مش شرط ان كل الناس تبقى عارفاها. انترناشونال هتبقى اسهل، مش عشان حاجه، عشان انتوا تقدروا تلاقوا عليها انفو اونلاين، علشان ممكن تقدروا تعملوا بنش مارك مع حاجه سيميلر، عشان لو ما طلعتش هي نفس الحاجه اللي انتوا عملتوا لها جاسنج هيبقى فيه سهوله ان انتوا تقدروا تفكروا فيها. عشان الانترناشونال اورجنايزيشن بحجمها هيبقى، انا بالنسبه لي برضو دي واحده من الحاجات اللي انتوا لازم هتلاقوها في الامتحان وهقولها بس دلوقتي، ان الشركه اللي احنا جايبينها هيبقى مكتوب لكم ان الشركه دي بتفكر انها تدخل في مصر. تدخل في مصر. فمن فضلك انت هتبقى واحد من الناس اللي بتعمل تقييم للشركه عشان تنصح بالاستثمار في مصر ولا لا. يعني السؤال هيبقى مكتوب بالمنظر ده. ممكن ناس تقول لا، ممكن ناس تقول اه، مش لازم تقول اه. بناء على ايه بقى؟ بناء على اللي انا قلته من شويه. لو انا لقيت الكلام اللي انت كاتبه لوجيكال وقلت لي انفستمنتس في مصر ما تنفعش نتيجه الحاجات اللي انت قلتها لي دي، خلاص. لو لقيتك ان انت بتقول لي لا ينفع نتيجه ان انت مطلع لي حاجه بتقول الكلام سواء كانت فاينانشال او كاستمر او كومبيتيتورز، خلاص. عشان كده انا قلت لكم انتوا هتقدموا لي المره دي الامتحان في صوره ريبورت، لان هو انتوا هتبقى كانك انت واخد دور واحد من جوه الشركه بتقيم، او واحد من التيم بتاع المانجرز بتقيم اذا كان الانفستمنت ده في مصر هيبقى ذو قيمه ولا لا. في سؤال يا دكتور اونلاين، لسه لحد دي ينفع الجواب انجليزي وعربي مع بعض؟ لا، الاجابه انجلش بس. انتوا انجلش بس، ده تراك انجلش.
إجابة إنجليش بس. سؤال جالنا أونلاين ينفع الإجابة تبقى عربي إنجليش؟ الإجابة إنجليش بس. خلاص؟ نعم؟ ده شركة انت عشان السنة اللي فاتت يعني؟ لما تكون جلسة هي شركة هي لو كانت شركتين كنت هقول. انا لسه ما قلتش حاجة على فكرة، انا بحاول اديكم كل المعلومات اللي هي اتسألناها، فانا بقولها لكم من غير ما انتوا تسألوا. خلاص؟ احنا مش هتفاجئوا بحاجة، وانا بجاي بعمل ايه؟ خلاص؟ انتوا لسه الاسئلة، استنوا، طب حطوا الاسئلة عندكم على بال ما اكمل عشان ما انساش، واكتبوها وناخد الاسئلة. اتفقنا؟ طيب احنا هنتكلم على ايه؟ اللي انا اتكلمت عليه قلت هي هتبقى انترناشونال سيرفيس سيكتور، يعني مين؟ مش بنتكلم اي حاجه مانيفاكتشرنج، مش بنتكلم على اي حاجه صناعيه، بنتكلم على حاجه في مجال خدمي. طبعا ممكن تحت السيرفيس سيكتور صناعات كتير، خلاص، بس في كومن كاركترستكس لاي سيرفيس سيكتور. انا بتكلم على سيرفيس، بتكلم على كواليتي اوف سيرفيس، صح؟ ايا كان بقى نوع الشركه، ايا كان نوع الصناعه اللي احنا بنتكلم فيها او اي حاجه، يعني معنى كده بتكلم على حاجه خدميه، يعني بتكلم على كونسيومر بالنسبه لي هيبقى هو السنتر بتاع كل حاجه، دايما هو اللي بيعمل الكونسومشن للسيرفيس، دايما هو اللي بيعمل جادجمنت على الكواليتي بتاعه السيرفيس، دايما هو اللي بيقرر يكمل معايا يا يسيبني ويروح لكومبيتيتور تاني. وبالتالي انا بالنسبه لي ببتدي دايما افكر ازاي ايدنتيفاي الكاستمر سيجمنتس بتوعي، ايه الفاليو ادد اللي انا بديها للكاستمر مقارنه بالكومبيتيتورز، هعمل الكلام ده ازاي، البروسيسز بتاعتي، التكنولوجي اللي انا هستخدمها، الدايمنشنز بتاعتي اللي انا هحطها او الفيلوسوفي بتاعتي اللي انا همشي بيها عشان اقول ان السيرفيس بتاعتي ما فيش حد يقدر يعمل لها ايميتيشن، صح؟ لو بفكر بالمنطق ده يبقى انا هنا بتكلم على حاجه انتانجبل، مش بتكلم على حاجه ملموسه، يعني بتكلم على كاستمر اكسبيرينس، صح؟ بتكلم على براند، بتكلم على ايمج، بتكلم على ريبيوتيشن. طيب الكاستمر نفسه اللي انا ام تارجتنج، انا بتكلم على اني تايب اوف كاستمر، هل انا عندي مالتيبل تايبس اوف كاستمر ولا انا هيبقى عندي كاستمر تايب واحد انا شغال عليه؟ لان انا ممكن ادخل جوه مصر، انا في بلدي او في الدول الثانيه انا شغال على كذا سيجمنت، بس انا ممكن ادخل في مصر على سيجمنت واحد، مش لو وارد مش لازم ادخل زي ما انا كنت بره. دي من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تفكر فيها، انت هاف تو ثينك اباوت ات، الاورجانيزيشن دي الاستراتيجي بتاعها اوريدي شغاله ازاي، والكاستمر سيجمنتس بتوعها ايه، صح؟ وهي بتشتغل على مين وايه. طب يوم ما هتفكر تدخل نيو ماركت هتدخل بسيم استراتيجي ولا ممكن تغير؟ هتدخل تتارجت سيم سيجمنتس ولا ممكن تدخل على سيجمنت واحد وبعدين بعد كده تكسباند؟ هتدخل تقدم نفس الباندل اوف اوفرينجز ولا ممكن تدخل وتقدم اوفرينجز ثانيه مختلفه؟ يعني ايه باندل اوف اوفرينجز؟ يعني المنتج، طبعا احنا مش بنتكلم على منتج ملموس، بس الحاجات الخدمات اللي هي بتقدمها هتقدم نفس الخدمات ولا ممكن تدخل تقدم خدمه او اتنين او حاجه معينه سبيسيفيك للتارجت ده للماركت ده. يبقى انت هنا بدات تفكر لي في كذا حاجه، بدات تفكر لي في استراتيجي، بدات تفكر لي في كاستمر والسيجمنتيشن والفاليو والشانلز، بدات تفكر لي ان انت تفهم الاندستري دي في البلد شكلها عامل ازاي، وتفهم لي الاوبورتونيتيز والثريتس، وتفهم الاوبريشنز والبروسيسز او الاس دبليو بتاعت الشركه دي تسمح لها تطبيق الكلام ده ولا لا، صح؟ مش كده؟ طيب لما هيجي يدخل البلد دي، هل الكومبيتيتورز بتوعه في البلد دي هم نفس الكومبيتيتورز وورلد وايد ولا في حاجه مختلفه؟ وهل هم لو هم وورلد وايد الماركت شير بتاعهم شكله عامل ازاي في البلد دي؟ فهو لما هيدخل ينافس معاهم على اساس ايه؟ فهيبقى جزء مهم عندك كمان ان انت تبقى فاهم الكومبيتيتورز بتوعك شكلهم عامل ازاي وشكل الاوفرز بتاعهم والاستراتيجيز بتاعتهم عامله ازاي عشان ما تيجي تفكر انت هتعمل ايه الادابتيشن. ماشي كده؟ وانا بتكلم انا اتكلمت معاك في اكتر من حاجه، اتكلمت معاك في بزنس موديل، صح؟ اتكلمت معاك في جزء اللي هو هاو يو كان ايرن بروفيت، اللي هو البارت بتاع الكاستمر اللي انا بتكلم عليه ده هو البروفيت، لان البيزنس موديل هو عباره عن يمين وشمال تو بارتس، بارت الكوست وبارت البروفيت. هشغل ازاي الاورجانيزيشن علشان اقدر اقدم منتج او اقدم خدمه وهبيعه لمين وهاخد منه ايه الريفينيو موديل بتاعي. فانت هنا بدات تفكر لي في الجنبين،
فمعنى كده ان انا اللي انا بشرحه ده دلوقتي لما قلت لك السيرفيس كواليتي الكاستمر اكسبيرينس الكاستمر سيجمنت الشانلز لما بقول لك البراند الايمج الريبيوتيشن كل الكلام ده انا بفكر في الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل استابليشمنت لنفسي قصاد الكومبيتيتور عشان اقدر ايرن بروفيتس. لما انا جيت قلت لك بس لازم اشوف هل الاوبريشنز بتاعتي والبروسيسز والتكنولوجي والفاينانشال سيتويشن يسمح لي بان انا اطبق الكلام ده ولا لا, فبدات افكر في سبلايرز واوبريشنز وبروسيسز وتكنولوجي, بدات افكر في البارت بتاع الكوست صح. فانت فعليا محتاج كمان ان انت تفهم الكونسبت بتاع البيزنس موديل هو عباره عن ايه. سيبكم من امتحان السنه اللي فاتت, امتحان السنه اللي فاتت كان قصه ثانيه لان احنا كنا بنتكلم على حاجه اي كوميرس وكنا بنتكلم على ديفرنت تايبس بتاع الاي كوميرس بزنس موديل. جه احنا بنتكلم على حاجه جينيريك, اي شركه في الدنيا لازم يبقى لها بزنس موديل. والبزنس موديل عشان تبقاش كلمه باز وورد الناس مش عارفاها, ترجمها انت بكوست وبروفيت. يعني كانك بتفكر السبلايرز في الشركه دي ايه, هل هيعتمد على سبلايرز من بره ولا هيعتمد على لوكال سبلايرز. دي استراتيجي دي ابروتش. طب ليه انت اخترت حاجه زي كده؟ طب افرض ان ما عندكش لوكال سبلايرز, هل هو اللي يعمل بقى السبلاي تشين بتاعته؟ مش دي وارد؟ كل دي اسئله. شايفين ده اللي انا قلته في الاول, دي كلها اسئله انت بتفكر فيها وبتفكر في حلولها بناء على الانفو او على شايفه لوجيكال بيزد على السيتويشن. اوكي هيجي لكم ممكن يجي لكم في الابندكس انكم ستيتمنتس او بالانس شيت, فده هيديك الفتره اللي فاتت في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الوضع عامل ازاي للشركه دي, فده ممكن يجستيفاي بعض الديسيجنز بتاعتك اللي انت ممكن تاخدها. فممكن جدا تريلاي على الريشيوز دي او الارقام دي في ان انت تجستيفاي سيرتن ديسيجنز حتى لو ما سالتش سؤال فاينانشال. اوكي ممكن جدا ان انا ابقى مديك الكومبيتيتور او انت بتدور عليه, ممكن اقول لك المين كومبيتيتورز بتوع الشركه دي 1 2 3, فخلاص بقيت انت عارف مين هم المين كي بلايرز فبدات تشتغل قصادهم, او انت محتاج تدور عليهم. دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تبص عليها. اوكي في عندنا بيزك كونسبتس بقى في الحاجات دي. لما باجي بتكلم في الحته بتاعه السيرفيس, السيرفيس بالذات عشان زي ما انا بقولت حاجه ان تانجبل, فلازم هنا بتكلم على فكره ازاي ان انت تقدر ان انت لو انت خاصه خدمه ممكن يبقى في اكتر من شركه بتقدمها والديفرنشيشن فيها قليل, فانت لازم تفكر هاو يو كان مينتين الاكزيستنج كاستمرز بتوعك, عشان غير كده لو المارجن بتاع الديفرنشيشن قليل ممكن يسيبك ويروح لحد تاني, فلازم الكلام ده يظهر. والله لو طبيعه الشركه اللي متقدمه ديفرنشيشن فيها سهل انه يتعمل خلاص خلصنا, بس ده معناه ان في كوست. خلاص واضح؟ يعني معنى كده ان انتوا من ضمن الاستراتيجيز اللي لازم هتبصوا عليها بورتر استراتيجيز ديفرنشيشن كوست ليدرشيب فوكس ديفرنشيشن فوكس كوست بيزد على الانفو. طبعا يعني مش بقول ان انتوا لازم تحطوها, بس بيزد على الانفو لو انت عايز تتكلم على الحته دي عشان تشرح حاجه معينه او ابروتش معينه انت عاوز تشتغل عليها. لان انا بالنسبه لي بورتر احنا قلنا بنستخدمه دايما في ايه اللي هو الكومبيتيشن الكومبيتيتيف استراتيجيز. بورتر هو اللي هيساعدني to define how I will compete. فبالتالي هو business level, بس انا بالتالي انا بفكر دايما how I will compete. هنا how I will compete ردها اللي انا بقوله, هشتغل على النيش ولا هشتغل على كل الماركت ولا هشتغل على كذا segment ولا هشتغل البرايسنج بتاعي هيبقى عامل ازاي ولا هيبقى عندي ازاي ان انا يبقى عندي كاركترستكس ان الميتابل اللي هي بالنسبه لي الفي ار اي او. فاكرين الفي ار اي او؟ ان انا يبقى عندي كومبيتيتيف ادفانتج سستينبل كومبيتيتيف ادفانتج اللي ما حدش يقدر يعمل لها ايميتيشن رير فاليوبل اورجانيزيشن, ودي ممكن تبقى حاجه من الحاجات اللي انت تاسس بيها الاورجانيزيشن عشان تتكلم ان انت عندك كومبيتيتيف ادفانتج سستينبل اورجانيز VRIO valuable rare organizational inimitable. انتوا خدتوا ده في الاستراتيجيك مانجمنت, خدتوا ده في الاستراتيجيك مانجمنت او organizational. خلاص معنى كده ان انا بتكلم وبقول ان انا to create a competitive advantage. انا عندي ممكن اعمل competitive advantage بس دي تبقى short term, يعني بالنسبه لي ممكن دلوقتي تبقى كومبيتيتيف ادفانتج بكره طلع لي كومبيتيتور خلاص انتهت ما بقتش بالنسبه لي مميز. انا بشتغل انها تبقى دايما سستينبل.
لما انت تقولي انا هخلق ريبيوتيشن او ايمج معينه دي بحد ذاتها انفستمنت عالي، بس على اللونج تيرم الراجل بيجي لك او الكاستمر بيجي لك عشان اسمك. فدي بالنسبه لاي حد تعتبر فاليبل وتعتبر انيميتبل، انت مش قادر توصل لنفس الفاليو بتاعت الاسم. ابل الفاليو بتاعت ابل والاسم بتاع ابل عند الكاستمر، حتى لو في سمارت فونز وناس ثانيه، في ناس كتير مش قادره تقلد الريبيوتيشن والايمج وحاجات كتيره ابل قادره تديها. فالكاستمر اكسبيرينس بتاعت ابل لللويال كاستمرز بتوع ابل مختلفه، صح؟ وبالتالي دايما تحس دي، يمكن انتوا حتى هو من غير ما ندرس ولا حاجه، دايما تحس ان الابل يوزرز ما بيقدرش ان هو يحاول لاي حاجه ثانيه دايما. فبالتالي دي اكبر دليل على الكونسبت اللي انا احنا بنتكلم عليه، ماشي؟ فبالتالي دي تبقى بالنسبه لك فيري تشالنجينج بالذات في السيرفس. يمكن بتظهر قوي، هديكم مثال صغير، شركات الطيران. شركات الطيران دي بتعتبر خدمية وكلها بتقدم خدمة الطيران، فكرة ان انت عاوز تطير من نقطة لنقطة ترانسبورتيشن يعني، غير حاجات الكارجو و و و. لو انت جيت فكرت، انت عندك شركات طيران كتير، بريتش ايرويز وكي ال ام واير فرانس ومصر الطيران، ليه بتختار دي غير دي غير دي؟ ها؟ بطبيعه الحال كلنا very sensitive للبرايس، والديفرنشيشن ما بين الشركات دي قليل قوي، صح؟ لان انت لسه هتكلم، هو بتكلم على الايكونومي، لو بنتكلم على الماجوريتي، مش بتكلم على الفيرست كلاس والبزنس كلاس دلوقتي، انا بتكلم على الماجوريتي. الديفرنشيشن ايه؟ انت في الاخر هي عباره ايه؟ بتصير من نقطه لنقطه وبتنقل لاجج بتاعك، انت عايز وزن وعايز ان انت الطياره تطلع في معادها وعاوز ان انت الشنط بتاعتك ما تضيعش، صح؟ مش هي دي الحاجات دي الفاليو اللي انت بتدور عليها، ان انت توصل الطياره بتاعتك توصل في الميعاد، ان انت تاخد وزن اللي انت عاوزه، عايز 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو تلاقيه، ان البرايس بتاع التيكت يبقى مناسب ليك، وان التايم بتاع الطياره يبقى كويس. ده احنا بنتكلم عن الماجوريتي بتوع الايكونومي كلاس اللي هم زينا. وبالتالي يوم ما انت هتدخل تعمل سيرش، وخاصه كمان ان طبيعه الحال نتيجه التكنولوجي اللي بقت موجوده ما بقتش انت بتتعامل من خلال شركات طيران، انت ممكن تدخل تعمل بوكينج اونلاين، لان احنا كلنا بقينا دلوقتي بحته ان انت تدفع اونلاين، والاونلاين بيمنت والكلام ده كله بقى بالنسبه لك سهل، ما بقاش عندك الخوف والفير اللي موجود عند جينيريشن تاني. فبالتالي دي سهلت عليك، فما بقاش عندك اي انترميديت ما بينك وما بين الشركه، يا تدخل تشتري من الشركه دايركت، يا تدخل تشتري من اكسبيديا او من بوكينج او اللي هم يعتبروا بالنسبه لك اونلاين سيرفيسز او حاجات بتقدم لك خدمات اونلاين. فيوم ما بتعمل بتقارن اسعار، وممكن تبص تلاقي نفسك انت بتحب طول عمرك تسافر على مثلا كي ال ام، بس انت لقيت التركيش ايرلاين بتطلع من برج العرب وسعرها ارخص، فانت هتعمل ترانزيت 10 ساعات زياده، مش هتفرق معاك لو هتوفر معاك في السعر او لو هتطلع لك من اسكندريه. مش احنا كلنا بنعمل كده؟ اللي احنا فكرنا فيه ده عملنا ايه؟ لا مش انا بزنس، انا الكاستمر بدور على الفاليو بتاعتي. انا بقى كاورجنايزيشن لازم ابقى فاهمه الكاستمر بتاعي مين والفاليو بتاعته ايه عشان ازاي؟ وده اللي انا عايزه اشوف انتوا بتبقوا فاهمين، فهمتوني؟ هنا انا ليه اتكلمت على المثال ده؟ لان المنافسه بينهم قويه جدا والفروقات ما بينهم ضعيفه جدا. فهو لو انا عايزه اقول ان انا عايزه لويال كاستمر، لا، مين قال ان الراجل اللي بيركب كي ال ام هيفضل طول عمره يركب كي ال ام ويخلي ولاده ومراته واصحابه ويبقى في وورد اوف ماوث؟ لا، هيدوروا على الحاجه الارخص ويروحوها. ففي سويتشنج، الكاستمر ممكن يسويتش بيز على التايم، الافيلابيلتي، الاكسسبيلتي، البرايس، اللي هي كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها. فانا كشركه دوري ان انا احاول اريتين ومنتين واخليه مور لويال. فايه اللي انا هعمله بقى في البيزنس موديل بتاعي؟ واللي هقدمه له اخليه يشتغل معايا وما يدورش على حد غيري ويدخل دايما يدور عليا. دي very very challenging في السيرفس. لو تاخدوا بالكم معظم شركات الطيران علشان الحته دي ما بقوش بينافسوا بقى، بقوا بي ايه؟ بيحصل كولابوريشن. بدا يبقى عندك ستار الاينس، بدا يبقى عندك سكاي تيم، بدا يبقى عندك الكلام ده. طب الكولابوريشن ده بيعمل ايه؟ انا بشرح لكم على مثال عشان تقدروا تفكروا بالطريقه اللي احنا بنقول عليها. هو الكولابوريشن ده عمل ايه؟ الكولابوريشن ده وفر كوست على الشركه. ليه؟ لان انت علشان تدخل روت جديد دي كوست، علشان تدخل تاخد جيتس في المطارات دي كوست. فلما هو يبتدي تبقى الطياره، يبقى يجي يقول لك مثلا ايه؟ لوفتهانزا اوبريتد باي ايجيبت اير. هو اللي حصل ايه؟ ان الروت اتقسم نصين ما بين الطيارتين، فالطياره بدل ما تطير 12 ساعه، 6 ساعات و6 ساعات استهلاك بنزين واوبريشنز وبروسيسز ومينتننس و و و. البوينتس بتاعته محسوبه هنا وهنا في اللويال بروجرامز. فهو بالنسبه له الكوست قدر ان هو يشتغل عليها، وفي نفس الوقت قدر ياكسس كاستمرز ثانيين من ايرلاينز ثانيه.
ده تايب اوف ستراتيجيز، وبدا يشتغل على الكونسبتس بتاعه الكاستمر زي ما احنا قلنا، البروفيت بتاعه يجيبه منين، الكوست بتاعه يجيب منين، البيزنس مودلز والستراتيجيز بتاعته وكل الحاجات دي بتاعته. واضحه سهله؟ نفكر بنفس الاسلوب وانتوا بتجاوبوا. تعالي كده اقرب حاجه واقرب مثال ممكن نتكلم عنه، مش هتيجي شركه طيران. عشان بس ايه، انا خايفه بعد ما اخرج من هنا اقول دكتوره ريهام قالت اورينتيشن وشرحت لنا كذا يوم من الامتحان وتستنى شركه طيران. هي مش شركه طيران، بس الكونسبت بتاع السيرفيس ده اللي انا بحاول اوصله، الكونسبت بتاع السيرفيس سيميلر. اوكي طيب خلينا نبتدي بقى نتكلم ايه بوينتس. في عندكم اي اسئله لغايه دلوقتي؟ تاني كده الدنيا واضحه ها. طيب خلينا نتكلم كده ايه البوينتس اللي احنا هميل ان احنا نركز عليها او نبتدي نفهمها ونجهز لها. طبعا زي ما احنا قلنا الشركه اللي احنا معايا يا جماعه، طبعا زي ما احنا قلنا الشركه اللي احنا بنقول عليها المفروض ان هي ان شاء الله البلان بتاعها اللي بتفكر فيه انها اكسباند في نورث افريكا، نورث افريكا ان جنرال، سبيسيفيكلي بتفكر في مصر، وحضرتك هتبقى واحد من التيم المانجمنت تيم المسؤول عن ان هو يانالايز السيتويشن تو ريكومند whether to invest and to expand in Egypt or not. خلاص، in light of مجموعه من الاسئله او مجموعه من البوينتس انت لازم تفكر فيها وانت بتحلل او وانت بتقدم الريبورت بتاعك. واحد طبعا هيبقى احنا لو بنتكلم سواء بقى ان هو في نورث افريكا او ميدل ايست ايا كان بقى السؤال هيبقى مكتوب ازاي، يعني محتاجه ان انا اعمل طبعا assessment للسيتويشن. assessment للسيتويشن يعني معناها محتاجة افهم الانفايرمنت، external environment، industry. خلاص، وطبعا بنتكلم يعني على الكومبيتيتورز، بتكلم على الشكل بتاع الكاستمرز هناك في البلد دي شكلهم عامل ازاي، اللوز الريجوليشنز، بحاول افهم البوليتيكال سيتويشن، الاكسترنال انفايرمنت. ومما لا شك فيه ان انا لما بعمل الكلام ده مش بس بيرفلكت تي او زي ما احنا قلنا، لكن ده بيخليك تفكر في ريسك، لان هو في الحقيقه ده هيبقى بالنسبه لك ريسك، انت بتعمل انفستمنت وبالتالي يا ينجح يا يخسر. فانت ممكن جدا تاخد ديسيجن ان انت اوفركم سيرتن ثريتس، بس انت برضو ستيل عندك بروبابيليتي ان يحصل عندك فيلير، فده في حد ذاته يعتبر بالنسبه لك اسسمنت للريسكس اللي موجوده في الانفايرمنت اللي انت داخل فيه او في الماركت اللي انت داخل فيه. خلاص، فانا واحده من الكي ووردز المهمه عندي جدا فكره ان انا افهم ايه هي الاستراتيجيك ريسكس اللي ممكن تكون بتقابل الشركه دي وهي بتفكر في الانفستمنت بتاعها انها تدخل السوق المصري. تاني حاجه، لما انا بفكر في الاندستري، وطبعا دي رول اوف ثام كلنا عارفينها ما فيهاش كلام، انا مش بانالايز الشركه، انا بانالايز يعني الكومبيتيتيف ستراتيجيز اللي انا قلت عليها اللي هي الفوكس ديفرينشيشن فوكس كوست ليدرشيب. دي مش للشركه، ولكن دي النوع بتاع الاستراتيجي الابروبريت في الصناعه دي اللي بتريكومند للشركه انها تستخدمه، وده بيبقى اساس بناء على الفايف دايمنشنز بتوع بورتر. صح، فانت لما تيجي تفكر لي في الجزء بتاع البارجنينج باور اوف سبلاير، بارجنينج باور اوف كاستمر، الرايفلري، الجزء بتاع السبستيتيوت، كل الكلام ده فانت بتفكر فيه في الصناعه. هل الصناعه، نرجع تاني للمثال اللي انا قلته، صناعه الطيران او اللي احنا بنتكلم عليها الطيارات دي، بنتكلم على الترانسبورتيشن. صح، السبستيتيوت فيها عربيات، اوتوبيسات، بوافر، كروزز، الكاستمر بتوعها انديفيدجوالز، ما بقاش بقى الترافل ايجنسيز كمان زي زمان. صح، لان احنا قطعنا الانترميديت نتيجه اللي احنا بنقول عليه اللي هو الديجيتال بقى والحاجات الاونلاين والاي كوميرس والكلام ده. سبلايرز بتوعها الناس اللي بتدي فيول، اكسل موبيل، شال، بوينج، طيارات، ايرباص، رولز رويس عشان المحركات، الكلام ده كله مش كده. فانا بفهم الصناعه نفسها شكلها عامل ازاي، فلما باجي بفكر في السبلايرز بفكر السبلايرز بتوع الصناعه دي في البلد دي شكلها عامل ازاي، الكاستمرز بتوع الصناعه دي في البلد دي شكلها عامل ازاي. ماشي، وبناء عليه الشركه بتقول والله انا استثماري في البلد دي هيبقى بالنسبه لي مربح ولا غير مربح، وبالتالي هقدر استخدم الاستراتيجيه دي ولا ما اقدرش استخدم الاستراتيجيه دي. ماشي، فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انتوا تبصوا عليها وتقروا فيها. اوكي، طبعا مش ان انا اسمع كونسبت، ما احنا كلنا عارفين بقى يعني ايه فايف فورسز ويعني ايه بورتر والكلام ده، انا مش بسمع، انا عايز اعمل ايه؟ كونسبت عرفته، how to analyze
how to interpret, how to apply. مش مجرد اسمع وارسم الرسمه بتاعه الفايف فورسز واحطها. ترجم لي الكلام ده على الواقع واطلع لي بيه بانتربريتيشن وسولوشنز. خلاص تاكد لو عملتوا الكلام ده يبقى انت كده خلاص عديت. اوكي يعني انت فاهم وكل حاجه بتادي للي وراها. ماشي. طيب تاني حاجه مهمه جدا، ده انا كده كل اللي انا بشرحه ده كاني ده بيساعدني ان اطلع ريسك واطلع تي او، لكن انا برضو محتاجه علشان اقدر ان انا اقول التي او دول هشتغل عليهم ازاي ابقى عارفه الاس دبليو بتاعتي، مش كده؟ طب هتقولي لي هنجيب الكلام ده منين؟ طبعا ممكن يبقى عندكم انفو موجوده في الكيس، غير ان هي هيبقى في حاجات كتيره بتتكلم يعني زي ما انا قلت اختيار الشركه في حد ذاتها هيبقى معروف انها قويه في ايه؟ يعني في شركات كتير جدا بتبقى معروفه ان اكتر حاجه عندها فيها سترينث التكنولوجي، الاكويبمنت، الفاسيلتيز، الهيومن ريسورسز مثلا. فبالنسبه لك هتبقى الانفو دي موجوده من الكيس وموجوده من حاجات على الويب سايت او الاونلاين انفورميشن اللي انت هتجيبها. فدي هتساعدك بس تو جاستيفاي الاوبريشنز بتاعتك اللي انت ناوي ان انت تستخدمها، او اذا كنت شايف في بعض الاس اللي موجوده في الشركه دي اللي ممكن تساعدك، او بعض الويكنس اللي انت عايز تشتغل عليها، او اللي ممكن تمنع من تحقيق بعض الحاجات لو انت عايز تكتب الكلام ده. طبعا ده معناه ان انت بعد ما هتفهم كل الكلام ده لازم هترجع تبص على البيزنس موديل بتاعه الشركه شكله عامل ازاي. طبعا عندك طريقتين تشتغل فيهم على فكره البيزنس موديل، ان انت تبص على الفاليو تشين، ودي برضه بورتر صح؟ انت هتبص على البيزنس موديل بتاعه يا هتستخدمه يا هتقول هو بيشتغل كذا، او انت هتقول لما يدخل مصر عايز تغير حاجات، مش شرط يدخل بنفس الابروتش صح؟ وعمرك ما هتلاقي البيزنس موديل على فكره مكتوب في اي حته. دايما لازم لما هتفهم زي ما انا بشرح كده هتقدر تقول هو بيشتغل ازاي، عمرك ما هتلاقيه مكتوب كده اكسبلسيتلي. بس المطلوب منكم ان انا اشوف اللوجيك اللي انا قلته، اللينك ده ما بين الكوست والبروفيت، مشغل انت الشركه دي ازاي، او بتحاول تفكر فيها ازاي، تركب البازل ده ازاي. واضح؟ فبالتالي هيبقى مهم جدا عندك ان انت تفهم حته الفاليو تشين. انتوا فاكرين الفاليو تشين طبعا لما انتوا خدتوها، اللي هي السبورتنج اكتيفيتيز والبرايمري اكتيفيتيز بتاعتك، ان انت تبتدي تفهم ايه الحاجات اللي انت محتاج ان انت تشتغل عليها قوي، والحاجات الثانيه بتعتبرها كلها سبورتنج. ده ابروتش. او الابروتش الثاني ان انت تشتغل على البيزنس موديل بالكونسبت بتاع البيزنس موديل كانفاس. بيزنس موديل كانفاس التسع دايمنشنز، التسع بلوكس، عارفينه؟ انا بس هرسمه وارجع تاني عشان الناس اللي اونلاين. ماشي. وانا لسه اساسا عشان في اسماء انا مش معايا، هو الجنبين اللي انتوا شايفينهم دول، شايفين الجنب بتاع الكاستمر، الجنب بتاع الكاستمر ده الجنب بتاع البروفيت خلاص، الجنب اللي هناك ده الجنب اللي انا بفكر فيه اللي هو جنب الكوست.
الجنب اللي هو بتاع الكاستمر اللي انا بقول عليه، محتاجه ان انا اعرف البيزنس موديل كانفاس، محتاجه ان انا اعرف مين هم الكاستمرز بتوعي وهعمل لهم سيجمنتيشن ازاي، مين هم السيجمنتس بتوعي اللي انا هشتغل عليهم، والتشانلز يعني ايه التشانلز، هوصل للكاستمرز دول ازاي. في حاجات في الاسماء بس على فكره مش مكتوبه عشان انا مش متذكراها، اي دونت ريكول ات دلوقتي. في اللي هي اللي انا كاتباها كاستمر ثابته دي لوحدها ليها اسم، وفي واحده ثانيه لسه ناقصه في السبلايز، بس انتوا هتدخلوا على البيزنس موديل كومبلكس هتلاقوها. اوكي انا بس بشرح لكم كي ريسورسز، كي ريسورسز لو تاخدوا بالكم كده. لو احنا جينا عملنا اناليسز للاورجنايزيشن باستخدام ده، ده طريقه سهله جدا. انت محتاج تعرف ايه؟ تعرف مين هم الكاستمرز بتوع الشركه، السيجمنتس اللي هم بيشتغلوا عليهم، كل سيجمنت ليه فاليو، مش كلهم ليهم نفس الفاليو. يعني لو خدنا نفس الكونسبت اللي احنا كنا بنتكلم عليه في شركات الطيران، عشان كده انتوا قلتوا لي في ديفرنشيشن، انت عندك بزنس كلاس وعندك ايكونومي وعندك فيرست، دول ثلاثه سيجمنتس كل سيجمنت فيه فاليو معين. بدليل ان انت عندك اللي هي الاماراتيه لما جدت تعمل الاعلانات جينيفر انستون وبتشتغل على الكونسبت اللي هو بتتكلم على الاي كلاس، هي بتتكلم انها مقدمه لهم طياره، الطياره فيري لكجريس وبتقدم حاجات معينه، فاللي بيركب الطياره دي هيشتري التيكت ده بالفلوس دي بيدور على الفاليو دي اللي هي اللكجري، اللي هو ما عندوش مشكله في البرايس. لكن اكيد مش هتارجت اللي هم اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الايكونومي كلاس اللي هم فيري برايس سنسيتيف، ان انت تقدم لهم الكلام ده خلاص. فهنا معناها ان انا لما هبتدي اعمل سيجمنتيشن، الخطوه اللي وراها ايتش سيجمنت ايه الفاليو اللي هو بيدور عليها، لان كل سيجمنت من دول انا هوصل له ازاي. فدي التشانلز، يبقى التشانلز بتاعتي، وطبعا دي الناس بتوع الماركتنج عارفينها، التشانلز بتاعتي اللي انا هوصل له بيها من خلال ايه؟ البروموشنز والادز اللي انا هستخدمها، السوشيال ميديا، هل انا وطبعا نتيجه وجود طبعا، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي بدات دلوقتي تبقى بتاثر في اي بزنس، فكره السوشيال ميديا والاونلاين بلاتفورمز والسمارت فونز والتابلتس والكلام ده، دي بقى بالنسبه لك تعتبر كوميونيكيشن وتشانلز للكاستمر. زي ما انت عندك كده اوبر وكريم، الاونلاين شانل بتاعه الوحيد هو الابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل فونز، لكن ما تقدرش تطلب ولا اوبر ولا كريم انا من خلال الموبايل فونز. فانا في الحاله دي الشانل بتاعتي هي الموبايل فونز والاونلاين بلاتفورمز. خلاص؟ ها بقاش ديفرنشيشن، هو بيبقى بالاولويه في الحجز، ويمكن الديفرنشيشن الوحيد اللي بيبقى موجود مش بالمنظر ده، اللي هو فكره الطاقه التيكت نفسها في وزن زياده او تقدر ترجعها او لا او الكلام ده كله. زي يعني مثلا فرق مثلا السيتس بتاعت دي بداوا يقدموها مؤخرا عشان يعمل نوع من انواع الفروقات، بس كل الشركات بقى تعمل الكلام دي، مش ديفرنشيشن، لان كل الشركات بقى تعملها لانها بتزود في البرايس بتاع التيكت، فهو بيسيبها لك وانت بتحجز ان انت تعمل تختار الكرسي من الاول اونلاين قبل ما تقلب للطياره ب 24 ساعه قبل ما تروح المطار ولا لا، ودي زود لك $5 مثلا على التيكت. مش مكان الكرسي، السايز بتاع الكرسي نفسه حتى هو لا انا دي ما قلتهاش، ده في انهي شركه دي؟ لا في فرق ما شفتهاش وانا بحجز. الحاجه الوحيده اللي شفتها موضوع ان انت تحجز السيت والسيت فين وجنب الشباك، ولا ما شفتش السايز. ايوه بس عمر الكاستمر ما بيدور على، ما بيبقاش فاهم الكلام ده. انا نفسي بسافر كتير عمري ما عارفه الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي عارفاها ان انا باخد الاكزيت، الاكزيت الكرسي بتاع الاكزيت سيت علشان ما بيبقى رجلي اقدر احط رجلي، يعني دي الحاجه الوحيده. ما اعرفش ان الكرسي ممكن يبقى ضيق، هي بتبقى مقاس الطيار، الطيارات نفسها مقاس الطياره. يعني انت ساعات بتبص تلاقي ان في طيارات بتطلع من مصر بيطلع لك مقاس الطياره الصغيره، فالكرسي صغير ما بيهتمش يعني بالطيران اللي طالع من مصر. يا شورت يا هو شايف ان الكاستمر مش فارق معاه الطياره شكلها عامل ازاي، فمقاس الطياره هو اللي بيخلي الكرسي شكله صغير، لكن الكاستمر ما بيبقاش حاسس بكده، بيبقى بس كل فرق مع طياره صغيره ولا طياره كبيره. خلاص ماشي يا جماعه. طيب لما نيجي نتكلم على الحته بتاعه الكاستمر بقيتها برده زي ما احنا قلنا، التشانلز والريليشن شيب اللي هي الجزء بتاع الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، ازاي بتعمل كلاسيفيكيشن، ازاي بتعمل ايدنتيفيكيشن للبريفرنسز بتاعت الكاستمر، ازاي بتختار الكاستمر، ازاي بتقدر تمنتين، ازاي يبقى الكاستمر فيه تقدر ان انت تخليه ان هو تعمل له ريتنشن ويحصل ريبيت بيرتشيز وتضمن ان يحصل وورد اوف ماوث. فانت هنا فعليا اللي انت بدات تعمله، انت بدات تفكر لي في كل حاجه تخص البارت بتاع البروفيت اللي احنا قلنا اللي جاي لي من الكاستمر اساسا.
فانت لما انت هت ايدنتيفاي السيجمنت والفاليو، يعني انت بدات ايدنتيفاي الاوفرز او البرودكتس اللي انت هتقدمها له، هتعمل لها برايسنج ازاي وهتوصل له بيها ازاي وازاي هتحافظ عليها علشان تبقى دايما عندك سستينبل كومبيتيتيف ادفانتج فيرسس الكومبيتيتور. واضحه؟ الجنب الثاني اللي هو هتلاقيه بيتكلم على الكوست، مين السبلايرز، مين الريسورسز بتاعتك، تكنولوجي بقى اكويبمنت فاسيلتيز اسيتس وات ايفر، مين البارتنرز بتوعك اللي انت بتتعامل معاهم. ولو تاخدوا بالكم هتلاقوا فيه اتنين بلوكس كده تحت، ان انت لما هتفهم دول يبقى انت فهمت بروفيت، لما انت هتفهم دول يبقى انت فهمت كوست. وده اسهل طريقه عشان تفكر في البيزنس موديل، ودي طريقه ممكن تعملها برين ستورمنج بالنسبه للكيس بطريقه سهله قوي. يعني انت لو انت اللي احنا عاملين نقوله من اول ما انا ابتديت، فانت لو بدات تنزل كل حاجه في الحته دي وتفكر فيها بالطريقه دي، فانت بدات تفكري في كل حاجه مع بعض، بدات تفكري في اوبريشنز مع ماركتنج مع سبلاي تشين. صح؟ بصي السؤال، السؤال اللي هي بتساله، هل انا لما اجي افكر في البيزنس موديل هعمل البيزنس موديل بتاعي وورلد وايد على الشركه بما انها شركه انترناشونال، ولا انا هعمله على الايجيبشن ماركت؟ ردي هنا تاني وهقول ده اختيارك. هل انت ناويه تدخلي بنفس البيزنس موديل اللي بتشتغلي بيه عالميا، ولا انت ناويه تعملي حاجه مختلفه لما تدخلي مصر وتركزي على سيجمنت واحد بشكل معين؟ وانا قلت الكلام ده في اول المحاضره. Either you will use same concept، تفهمي الكونسبت بتاعها وتشتغلي بنفس الكونسبت ناويه تدخلي بيه بنفسه هو هو، او انت ناويه تغيري حاجه، ده قرارك. ما انت لازم تفهمي الحاجات دي طبعا، انت مش هتانلايز، بس انت لازم هتبقي فاهمه. لا لا مش هتانلايز مرتين، انت كده كده لما هيجي لكم الكيس طبيعي لازم هتبقى محتاج تفهم ايه، لازم تبقي محتاجه مين هم الكاستمر بتوع الشركه دي، لازم تبقي فاهمه اصلا مين السبلاير بتاع الشركه دي، بتشتغل في ايه، محتاجه ايه، محتاجه تكنولوجي، افرضي الشركه دي بتشتغل في حاجه اي تي، فمحتاجه تكنولوجي مثلا، محتاجه مين البارتنرز بتوعها، ما دي حاجات لازم انت اوريدي تبقي فاهماها. يعني كده كده لازم هتفهمي الكلام ده قبل ما تفكري ان انت تدخلي بالتفاصيل في الاناليسيس، الحاجات دي لازم تطلعيها من الكيس او اونلاين. ده بقى قراركم انتوا، انا يعني مش يعني انا ما اعرفش، على حسب بقى الكيس واللي هتقروه هتشتغلوا ازاي، انا بحاول اخليكم تشغلوا دماغكم يعني. خلاص؟ طيب طبعا برضو هيبقى عندكم، هيبقى حاجه تو سبورت الكلام ده، هيبقى عندكم انكم ستيتمنت وهيبقى عندكم بالانس شيت موجوده في الاكزيبتس من ورا عشان تعكس لكم الفاينانشال سيتويشن بتاعه الشركه وتساعدكم شويه وانتم بتشتغلوا. نقطه مهمه تانية، ان اي سيرفيس اورجانيزيشن بتعتمد بنسبه كبيره جدا على الهيومن فاكتور لنجاحها غير المانيفاكتشرنج، الهيومن فاكتور. لان انت لما تيجي تتكلم على اي حاجه خدميه انت بتحس بجوده الخدمه ولا لا من الناس اللي بتقدم لك الخدمه، صح؟ يعني انت حتى لو انت بنتكلم، خلينا في نفس الاكزامبل بقى خلاص، بما ان انا بتكلم، انت بتحس ان انت مبسوط ولا مش مبسوط من الكرو اللي موجود، من اللاندنج والطياره نازله وطالعه ازاي وتاخد الخبطه ولا لا، ان انت وانت في المطار الرو نفسه عامل ازاي، طريقه المعامله، الفريندلنس، الاكسسبيليتي، عندك مشكله حد بيساعدك ولا لا. حاضر ماشي، بشويش ابتدي تاني ولا اعمل ايه؟ اتفضل. انا قلت الكلام ده اول ما ابتديت، ما تسالونيش اسم الشركه، عدى علينا ساعه سالنا برضه مش عايزين اسم الشركه، عايزين ايه؟ السيرفيس
فهيبقى في جزء بيتكلم على الاستراتيجي او الابروتش بتاع الشركه تو ديفلوب البيرسونال وايه الميجرز اللي ممكن تكون بتحطها علشان تضمن انها بتقدم نفس جوده الخدمه في كل حته. يعني لو فرضنا ان الشركه دي اصلا مش مصريه، شركه فرنساوي، شركه انجليزي، شركه صيني، شركه ياباني، فهو اكيد يوم ما هيدخل البلد مش هيشغلها بالناس الصينيين ولا اليابانيين ولا الفرنساويين، هيشغلها بالناس المصريين. فهو اتليست هو عايز يبقى عنده ستاندردز فور سيرفيس ديليفري، وعايز يعمل تريننج وديفلوبمنت للناس دي عشان يضمن ان هو ده ار ديليفرينج سيم سيرفيس اللي بياخدوها في كل حته وورلد وايد هي هي، ويبقى بيحافظ على نفس الايمج والريبيتيشن. فبقى جزء مهم من الحتت يعني من الجزئيات المهمه اللي محتاجين ان انتوا تقروا فيها وتفهموها او تشوفوا ازاي هاو يو كان تاكل في الـ في الـ في الامتحان، الجزء بتاع الهيومن ريسورسز وازاي انت تقدر تبني الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتك من خلال البيرسونال اللي موجودين عندك. وهيبقى موجود عندك في الكيس الفاليوز بتاعه الشركه، الكالتشر بتاعه الشركه، الشركه بتميل ان هي دايما يبقى عندها نمبر 1، دايما هتلاقي كده عندها سلوجن نمبر 1 ان هو كاستمر كامز فيرست. فبناء على الكلام ده بتعمل شويه حاجات حتى مسمينها اكس واي زد، مش هقول اسم الشركه، واي ليها اسلوب معين. خلاص طبعا كله هيسيب كل ده وهيدور على واي عشان يطلع الشركه. طيب اخر حاجه البرفورمانس، يبقى انا كده اتكلمت على كام حاجه؟ 14. اتكلمت على الريسكس، اتكلمت اللي هي الريسكس دي عشان اعملها ايدنتيفيكيشن محتاجه افهم الاكسترنال انفايرمنت اللي انا قلت عليه بالنسبه لي يعتبر اللي هو الجنرال والتاسك او الاندستري والجنرال انفايرمنت. محتاجه ان انا اعرف الاورجنايزيشن بزنس موديل والفاينانشال سيتويشن بتاعها شكله عامل ازاي. محتاجه ان انا اركز شويه ان السيرفيس اكسلنس او السيرفيس كواليتي ديبندز على الهيومن فاكتور، فالبارت بتاع البيرسونال ازاي ممكن يساعدني ان انا يبقى عندي كومبيتيتيف ادفانتج تو انشور ان انا اي ديليفر سيم كواليتي سيم ستاندرد سيم اكسلنس، او يبقى عندي في كونسيستنسي واقدر احافظ على الايمج والبراند بتاعي. فده بارت من الحاجات اللي هشتغل عليها، وده معناه ان انت ممكن تبص على الاورجنايزيشن ديزاين، تبص على الليدرشيب، تبص على الكالتشر بتاعت الاورجنايزيشن، الفاليوز بتاعت الاورجنايزيشن، ايه البرفورمانس كرايتيريا اللي ممكن تقيس بيها الناس دي عشان تضمن ان انت بتشتغل معاهم وان بيحصل حاجه. دي ممكن تبقى مقترحات او ممكن تبقى حاجات انت بتقول ان لازم يشتغل عليها، مش لازم تبقى موجوده قدامك في الكيس، بس دي ممكن تبقى من ضمن الحاجات اللي انت مهتم ان انت تشتغل عليها، وخصوصا ان دي ممكن تبقى واحده من التشالنجز والبروبلمز اللي ممكن تقابلها وانت في مصر، الشكل العامل المصري او شكل الناس المصريه اللي موجوده لو انت عملت لها ايدنتيفيكيشن مثلا، او ممكن تبقى بالنسبه لك سترينث. حد شايف؟ خلاص هيبقى اخر حاجه عندي الجزء اللي هو بتاع البرفورمانس كرايتيريا. واحده من الحاجات المطلوبه قوي دايما ان انت علشان تقدر تمانج اي حاجه او يبقى عندك جود مانجمنت يو شود بي ايبل تو ميجر، عشان تقدر تقول ان انت بتعمله ده صح ولا وحش غلط، لازم تقدر تقيس انت كنت فين وبقيت فين. وبالتالي ده معناه ان انت to reflect the performance لازم يبقى عندك performance criteria او عندك measures. ويجي احنا بنستخدم في الموضوع ده اسهل طريقه البالانس سكور كارد. البالانس سكور كارد عارفينها، مش لازم تحط لي في الامتحان بالانس سكور كارد، مش لازم، باكد تاني مش لازم تحط لي في الامتحان بالانس سكور كارد، بس دي اسهل طريقه عشان تقدر تفهم الكونسيبت بتاع البرفورمانس. لو انت واحد فاهم الكونسيبت بتاع البرفورمانس وهضمه مش محتاج تشتغل بالانس سكور كارد، هتعرف تحط ايه وتتكلم على ايه على طول. البالانس سكور كارد بتديك جايدنس ان انت تفكر لي في ميجرز ليها علاقه بالكاستمر، تفكر لي في ميجرز ليها علاقه بالبروسيس، تفكر لي في ميجرز ليها علاقه بالبيبل، تفكر لي في ميجرز ليها علاقه بالفاينانس، فبتقدر تغطي لي معظم الحاجات. لكن انت لو انت فاهم انت عايز تدور على ايه مش محتاج ان انت تمشي ورا، انا بقول لكم ده ليكوا انتوا. خلاص فبالتالي ده هيساعدك ان انت تحاول as much as possible ان انت تحط لنفسك certain criteria بتقول ان دي الستاندردز بتاعتك اللي انت عاوز تقيسها، وبتقول ان انت لما تشتغل to control the performance level بتاع السيرفيس جوه مصر انت بتقول ان انا محتاج ان الحاجات دي اضمن انها تحصل بليفل معين بتارجت معين ببرسنتج معينه او ايا كان الديفينيشن اللي انت عملته. خلاص
ماشي؟ يبقى بيرفورمانس حاجه من الحاجات المهمه. هاو تو ميجر، هاو تو ايفالويت، هاو تو كنترول، بروبوست بيرفورمانس كرايتيريا بتاعتك ممكن تبقى شكلها ايه؟ ممكن يبقى هو عنده اوريدي اكزيستنج كرايتيريا هتستخدمها هي هي، ولا انت عايز تضيف عليها حاجات؟ فاينلي هتعمل ريكومنديشنز. ريكومنديشنز اللي هي الكونكلوجن بقى اللي احنا قلنا عليها. لان انت ممكن ما تبقاش حطيت حاجات كتير، بس انت عايز بقى الايه تو سام ات اب بناء على اللي انت عملته ده كله بقى. ماشي؟ في اي اسئله؟ انا كده خلصت. معلش ممكن ترددي الاسئله تاني؟ معلش ممكن تسالي. ترددي الاسئله تاني؟ طيب معلش يا جماعه عشان الناس اللي هي اونلاين عايزيني اردد الاسئله تاني او البوينتس تاني هقولها تاني مره اخيره. قصدي الاسئله اللي هم بيسالوها. ردد الاسئله اللي هم بيسالوها؟ معلش انا اسف. بس خلاص هرددها تاني بدل ما اقول طبعا. يبقى انا عندي خليكم معايا يا جماعه دي واحده. يبقى انا عندي هنا ان انا اعمل اسسمنت للاستراتيجيك ريسكس او افهم الاكسترنال انفايرمنت، جنرال تاسك اللي هو الاندستري اللي احنا بنشتغل فيها سبيسيفيكلي في السوق المصري لان احنا قلنا هندخل جوه مصر. جنرال ممكن جدا على فكره في ناس تحب تفهم الورلد وايد انفايرمنت وبعدين تدخل على مصر. في ناس تقول لك هو بيشتغل في السوق العالمي ازاي وبعدين يدخل على مصر يقول لك في مصر الوضع مختلف. في ناس تدخل على مصر على طول، الابروتش بتاعك في الاجابه يرجع لك. خلاص. تاني حاجه البيزنس موديل بتاع الشركه، حاولوا تفهموا البيزنس موديل اللي احنا شرحناه، فكره الكوست فيرسس بروفيت ازاي نقدر نتكلم عليها، وذر ان انت هتستخدم سيم بيزنس موديل عايز تعمل عليه كاستمايزيشن على حسب انت شوف لقيت حاجات معينه عاوز تضيفها او تلغيها. الفاينانشال سيتويشن هيبقى عندك انفو تساعدك ان انت تقدر ان انت تجادج الفاينانشال سيتويشن بتاع الشركه يساعدك ولا لا لتطبيق السولوشنز او الاستراتيجيز اللي انت بتقترحها. الاستراتيجي بتاع الشركه الاكزيستنج استراتيجي اللي هي بتستخدمه، واذا كنت انت يو ادوبت سيم استراتيجي ولا انت عاوز تغير. وعندنا طبعا الجراند استراتيجيز والبزنس استراتيجيز احنا عارفينها. ما بشتغلش استراتيجيك مانجمنت باكد، لكن انا ام اسيسنج سيتويشن اند سجستنج سولوشنز اند استراتيجيز. الاوفرول بيرفورمانس بتاع الاورجنايزيشن، ايه البيرفورمانس كرايتيريا، هاو ات ويل بي ميجرد، ايه الاكزيستنج بيرفورمانس كرايتيريا او النيو بيرفورمانس كرايتيريا اللي عايز اشتغل عليها. السيرفيس اكسلنس، السيرفيس كواليتي، السيرفيس بطبيعه الحال عشان انتنجبل فمحتاجه ان جاي من العنصر البشري اللي بيقدم الخدمه يكون له مواصفات معينه، فده ممكن يخليك ان انت تفكر في النوليدج، السكيلز، الابيليتي، البرفورمانس كرايتيريا بتاعت الناس، التريننج، الديفلوبمنت، الليدرشيب، التيمز. الحاجات دي ممكن تبقى شكلها عامل ازاي، ممكن تبقى موجوده في الكيس فممكن تانلايز وتطلع حاجات، او ممكن تبقاش موجوده بس دي حاجه من الحاجات المهمه ان انت تتكلم عليها. ممكن ده معناه ان انت ممكن تلاقي نفسك لو مش موجود عندك في الكيس عايز تبص على الستراكشر بتاع الشركه، عايز تبص على الليدرشيب ستايل بتاع الشركه، عايز تبص على الكالتشر بتاع الشركه، الابروتش بتاعها ازاي، هل البيبل جزء من الديسيجن ميكنج ولا لا، طب بيعمل تريننج وديفلوبمنت ازاي للناس دي، طب بيقيس البرفورمانس بتاعهم ازاي عشان يضمن ان هم بيقدموا سيم ستاندرد اوف سيرفيس. لما بيدخل طيب بلد جديده، البلد الجديده اللي هو بيدخلها دي بيشتغل ازاي ويضمن ازاي ان هو بيقدم نفس الخدمه في نفس التوقيت بنفس المده الزمنيه بكل الكلام، لان واحده من الحاجات بتاعت السيرفيس التايم الاكسسبيليتي الافيلابيليتي صح، الريسبونسيفنس، الحاجات دي بيضمن ازاي انها بتتقدم بنفس الاسلوب اللي بتتقدم بيه في بلده. اوكي. وفاينلي اللي هي الجزء اللي هو الفاينل اللي هو الريكومنديشن، ان انت درو كونكلوجنز اند ريكومنديشنز فاينل علشان تسمرايز اذا كان الانفستمنت دي اساسا appropriate not appropriate based على كل ال justifications اللي انت قدمتها. ايه؟ ما انا حطيتها كنقطة كاتباها نقطة explicit عشان الناس ما تنساش. ها؟ لا مش لازم، مش yes او no، انت بناء على اللي انت عملتيه انت هتبصي تلاقي نفسك ان انت بدأتي تقولي شوية recommendation. ممكن ما تبقاش في ياس ونو، ممكن تقولي اول انفستمنت ممكن ينفع كمان سنه او سنتين لو حصل كذا مثلا، وات ايفر انت هتكتبي ايه ما اعرفش يعني، انا بحاول بس اتكلم معاك وبرين ستور. اوكي. اللي يهمني او اللي يهم اللي هيبص على البيبر ان في لوجيكال ارجيومنت اند جاستيفيكيشن، في الاربع حاجات اعملوهم كده تشيك ليست لنفسكم، كونسبت ونوليدج موجوده، ابلايد عرفت تطبقها، analysis interpretation عرفت analyze وتنتربريت الحاجه اللي قدامك،
solution او decision. الكونسبت اللي هو النوليدج ابلكيشن للكونسبت، يعني انا عندي المعلومه بس مش شرط اعرف اطبقها. كلكم دارسين نفس الحاجه بس مش شرط كلكم عارفين تطبقوها بنفس الدرجه. ابلكيشن، فالابلكيشن ده انا بعمل اسسمنت ليه على اساس ايه؟ الاناليسز، الانتربريتيشن بتاعك، الجستيفيكيشن، اللوجيكال ارجيومنت، اللينكس، الانتجريشن، كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، الالابوريشن، خلاص؟ وبعدين ان انت تطلع بسولوشن او تطلع بديسيشن بناء على عدد. في ايه؟ لا مش هيبقى فيه ولا ويب سايتس ولا لينكس في الاكزام. انت كي ووردز هتدور عليها بقى، خلاص ما احنا اهو قلنا. الكي ووردز باي ذا واي على فكره بتختلف من شخص للتاني، كل واحد وهو بيقرا ممكن يدور على كي وورد غير التاني. يعني الكونسبت ده في حد ذاته اصلا، السؤال ده في حد ذاته ما ينفعش يتسال. انت ممكن تلفت نظرك كلمه ما تلفتش نظر حد تاني، ودي بالنسبه لك تبقى هي بدايه الاجابه بتاعتك. فالكي وورد او اللي انتوا هتدوروا عليه بناء على الاسسمنت او الاناليسيس او البوينتس اللي انت عايز تطلعها وتغطيها في الكيس. خلاص؟ ايه تاني؟ سؤالين يا دكتور. واحد بيسال الاكزام تايم قد ايه؟ الامتحان مدته 7 ساعات. واحد تاني بيسال لو حد عنده مشكله في الفاينانس وضعه ايه؟ ما فيش حاجه اسمها حد عنده مشكله في الفاينانس، لازم يبقى في بيزكس. يعني ما اقدرش ارد في الحته دي. مفيش حد ينفع يقول لي انا عندي مشكله في الاوبريشن مانجمنت، عندي مشكله في الفاينانس، او عندي مشكله في الاتش ار، عندي مشكله في الماركتنج. لازم يبقى عندك بيزكس. يعني عارف ازاي تقرا، عارف ازاي تقرا الانكم ستيتمنت، عارف يعني ايه اكسبنسز، وعارف يعني ايه ريفينيوز، وعارف يعني ايه بروفيت، عارف شويه ريشيوز. دي بيزكس. ما ينفعش، دي بقى جزء من البريبريشن، اللي عارف ان عنده نقطه ضعف في حته معينه يبتدي يجهز نفسه فيها. ازاي هتراجعوا؟ سؤال معايا يا جماعه؟ ازاي هتراجعوا؟ كل واحد واسلوبه في المذاكره. في واحد ممكن يدخل ياخد الحاجات اللي كان اوريدي واخدها في الكورسات والسمري والنوتس بتاعته يقراها. في واحد تاني ممكن يبص على شركات كتيره جدا ويبتدي الانلايز على كل شركه رغم ان هو مش فارق معاه اسم الشركه، بس يبص كل شركه يفكر فيها زي ما احنا قلنا. ده تايب اوف بريبريشن بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. فده طريقه وده طريقه. وانا بميل للاسلوب ده. التاني. ليه؟ لان ده هيديك كانه بيعمل لك اكسبوجر لسيم اكسبيرينس. انت بتعمل لنفسك هايبوثيتيكال كيس. امسك اي شركه وحللها بالشكل اللي احنا قلناه. وطلع البوينتس اللي انت بتدور عليها. واشتغل على الحاجات اللي احنا قلنا عليها. فيوم ما هيجي لك الكيس في الامتحان يو ويل دو ذا سيم. ايا كان بقى الاختلافات ما بينهم بعد كده، بس خلاص طريقه التفكير بقت بالنسبه لك مش جديده. وبالتالي وانت بتشتغل بالاسلوب ده هتلاقي نفسك بترجع تدور على حاجات في الماركتنج ستراتيجيز، هتلاقي نفسك غصب عنك اوتوماتيكلي بترجع تبص على حاجات في الفاينانس، هتلاقي غصب عنك بتبص على حاجات في الجزء بتاع الاوبريشنز او حته معينه في السبلاي تشين او الديستريبيوشن. فاوتوماتيك بدل ما تقرا كله انت بتدور على حاجات، فاوتوماتيكلي انت بدات تراجع. معلش الصوت عشان اسمع، عشان بس اسمع، اتفضلي. انا مش محتاجه ديفينيشنز، انا مش محتاجه ديفينيشنز. انت اصلا شرحك للديفينيشن هيبقى من خلال الاناليسز والانتربريتيشن. بنش مارك ما بينه وما بين كومبيتيتور، الكلام ده كله هتفهم. فبالتالي الستاتستكس هتنفعكوا هنا في ان انت تعرف تقرا الداتا وتانتربريت، مش ان انت تطبقي الستاتستكس. مش مطلوب منك ان انت تعملي لي المين والديفيشن والحاجات اللي انتوا خدتوها، لكن ان انت تقدري تانتربريتي الداتا، الستاتستيكال داتا اللي ممكن تبقى افيلبل قدامك وتقدري تشتغلي عليها. الكيس مش
مش عباره عن سؤال. انا قلت ان الكيس بالنسبه لكم انا زي ما انا لسه كنت بقول انتوا هتقروها وقتها, بس هيبقى في بارت بيقول لكم يا جماعه حضروا ريبورت, وانتوا بتحضروا ريبورت حطوا انتوا كونفدريشن تو كفر ذا فولوينج 1 2 3 4 اللي هي شويه الحاجات اللي انا كنت بتكلم عليها. يعني لازم الاقي الحاجات دي متغطيه. في فاينانشال ريشوز, في فاينانشال ريشوز ده سؤال جاي لنا من اونلاين. اكيد لو انا بحط لكم اي حاجه فاينانشال في الابندكس اكيد هتحتاجوها, لو انا مش حاطه يبقى ممكن ما تحتاجوش, بس اكيد هتحتاج. انا بس من فضلكم الصوت عشان اسمع السؤال عشان الحق ارد علشان الوقت. اتفضل. بس خلي بالك انت هتحتاج تفهم, لان انت سؤال هنا اللي بيتسال انا محتاج احضر الباستل بتاع ايجيبت, انت محتاج تفهم الباستل بتاع ايجيبت. بس مثلا لو احنا بنتكلم على اللوز والريجليشنز وانت بتتكلم ان انت جامعه, فاللوز والريجليشنز بتاعت الجامعه اللي ممكن تؤثر حاجه تانية غير مثلا بتاعه شركه طيران, بس انت تفهم في حاجات جينيريك, بس في حاجات هيحصل لها كاستمايزيشن بناء على نوع الصناعه. في سؤال هنا يا دكتور. ايه؟ مش هتزيد عن 10 صفحات. هي اي كيس ما بتزيدش عن 10 صفحات. مينيمم 7 ماكسيمم 15. مش كتير على فكره والله. شفتوا دي كده سايكولوجيكي على فكره, دي كده نفسيا. ها اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه؟ خلاص؟ التوفيق ان شاء الله كده, وان شاء الله الامتحان هيبقى سهل باذن الله. ربنا يوفقك. Thank you.